شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، إن تشييد وتدعيم أسس الجمهورية الجديدة يشهد نمواً وتطوراً كل يوم بما تصنعه أيدينا من عمل وجهد، وبما نمتلكه من إصرار على أن لمصر الحق في الحلم، ولشعبها الحق في الحياة الكريمة، ولأمتها الحق في المكانة العظيمة بين الأمم. وأنني أعاهد الله وأعاهدكم بأن أظل مخلصاً في عملي، لا ترى عيني سوى مصالحكم ومصلحة هذا الوطن، متسلحاً بعزيمتكم وبأصلكم الطيب، ومحافظاً على العهد والوعد لمصر الحبيبة وشعبها العزيز، وقبل كل شيء لله سبحانه وتعالى.